هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط العرب قادة وشعوبا بمناسبة الذكرى 78 لتأسيس جامعة الدول العربية. قال أبو الغيط في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال إن الجامعة ستظل العنوان الأول والأهم لنا كعرب والمظلة التي تجمع دولنا لصالح الشعوب العربية، وإنه مهما كانت الصعوبات فإنها لم تمنع الشعوب العربية من التطلع إلى غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً.